السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالجميع. السيدات والسادة أعضاء الهيئة التدريسية، سعادة الدكتور طلال أبو غزالي راعي الحفل الأكرم، الطلبة الخريجين، أهالي الطلبة، الحضور الكريم، باسمي وباسم زملائي في مجتمع طلال أبو غزالي للمعرفة، اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وإنه ليسعدنا أن نكون معكم على الدوام مجددين العهد، مؤمنين بالرسالة والأمانة التي نتشرف بحملها والنابعة من رؤية وأهداف شركتنا طلال أبو غزالي العالمية بقيادة عامل المعرفة الدكتور طلال أبو غزالي، والذي شرفنا اليوم بأن يكون راعياً لهذا الحفل، مما جعل هذا الحفل مميزاً. إننا نولي متدربينا جل اهتمامنا ورعايتنا، ونخرج فوجاً من متدربي الدبلومات التدريبية المختلفة محققين به طموحنا في مجتمع طلال أبو غزالي للمعرفة من رؤية ورسالة، وهي خدمة أفراد المجتمع المحلي والتركيز على بناء وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل والمنافسة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سوق العمل في بلدنا العزيز، والذي جاء في وقت يشكو فيه نظامنا التعليمي بالأردن من تحديات كبيرة، لا سيما في تدني قدرات الطلبة على دخول سوق العمل، وكذلك التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، وهو ما تم لكم طلبتنا الأعزاء من خلال حصولكم على هذه الدبلومات المهنية المتخصصة كل في مجاله من خلال مدربين مؤهلين ومتخصصين لتمكينكم ومساعدتكم من الإبداع في مجالاتكم العملية والحياتية. أما ونحن نغوص في عصر المعرفة، فإننا بحاجة إلى مراجعة جذرية لجميع أساليبنا وحياتنا والتحضير لا بل والمساهمة في صنع المستقبل، إذ أن التطور العلمي والتقني يسير بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، وتتطلب منا أن نعمل على مواكبتها، وحيث أن من واجباتنا الأساسية في مجتمع طلال أبو غزالي للمعرفة أن نكرس جهودنا لمجارات هذا التطور، وجعلنا من رسالتنا التي نعتز بحملها أن نقوم به في مجموعة طلال أبو غزالي العالمية لخدمة أبناء مجتمعنا المحلي أينما تواجدوا في مملكتنا الحبيبة، كما نؤكد أننا سنكون وبرعاية معلمنا مجددين للعهد والأمانة لحمل هذه الرسالة وإعطائها جل اهتمامنا لخدمة أبناء مجتمعنا المحلي. وأخيرا وليس آخرا، نسأل الله العظيم أن يحفظ الأردن ويديمه وطنا للخير والعطاء والحضارة والبناء في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين. ويشرفني أن أدعو راعي الحفل سعادة الدكتور طلال أبو غزالة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. إحنا اليوم في عدة إشارات أو ملاحظات أريد أن أبديها. أولا، كل من يتخرج اليوم يصبح اسمه خريج طلال أبو غزالة العالمية، ونحن أنشأنا جمعية لخريجينا، سواء كانوا من عمل مع المجموعة مع شركاتنا كموظف، أو تخرج من كلياتنا، أو تخرج من أكاديميتنا. فمن يرغب بأن يصبح عضو في هذه الجمعية، جمعية خريجين طلال أبو غزالي العالمية، نحن نرحب به. والاتصال مع الأستاذ علاء ياسين موجود هون في كامل أناقته وجماله. ثالثا، التدريب أو بناء القدرات هو رسالتنا. أنشئت هذه المؤسسة سنة 72، يمكن أغلبكم ما كنتوش مولودين. أنا مولود من العصر الحجري سنة 38، السنة اللي دخلت في 81. ف بسنة 72 كان على موقعنا وما زال أن رسالتنا هي بناء القدرات لخدمة الاقتصاد العربي. ليس هنالك خدمة أكثر من أن تبني الإنسان المنتج. كثير بنحكي وكثير بننظر وكثير بنطلب قوانين وتشريعات، كله حلو، بس الذي يحقق النمو واللي يحقق الناتج القومي الذي نريد تدعيمه واللي يلغي البطالة هو بناء القدرات. بناء القدرات، المسج الرابعة، ما حدا يقول أنا عندي شهادة ومش عم بشتغل. إذا عندك شهادة ومش عم تشتغل أو
عندك مؤهل مش عم تشتغل، يمكن لأنك ما عملت مثل ما عملت أنا، أي أن تقرر أن تستعمل أحدث التقنيات الموجودة. إذا أنت مؤهل وما بتعرف تشتغل شغلك على الإنترنت، أنت ما بنيت نفسك، أنت ما بنيت نفسك. ما في إنسان لا يستطيع أن يسوق خدماته في الوقت الحاضر إلا إذا كان يستطيع أن يستعمل تقنية المعلومات والاتصالات. وأنا سألقك في بكرة حفل لفنلندا، وأنا دائماً بستعمل نموذج فنلندا. فنلندا مش كل اللي فيها معهم شهادات ولا معهم دكتوراه، ولكن كلهم معرفيين يستعملوا تقنية المعلومات. السائق وهو ينتظر رب العمل هو على الجهاز، مش قاعد 24 سنة عم بتفرج أو بسمع الراديو أو بنام، ينتج. هنالك كم هائل من الإنتاج يمكن أداؤه من خلال الإنترنت. نحن أكبر شركة ترجمة في الدنيا، في الدنيا، ما عندنا ولا مترجم. عجيبة، كيف يعني أكبر شركة ترجمة ما فيها مترجمين؟ لأن جميع مترجميننا بيشتغلوا معهم أونلاين. عندنا فقط دائرة للرقابة على الجودة، نرسل الترجمة ونستلم المادة مترجمة، يراجعها الفريق الذي في المكتب مراجعة فقط لنتأكد من الجودة. واستطعنا باستعمال تقنية المعلومات أن نصبح أكبر شركة ترجمة في الدنيا. فنلندا عدد سكانها أقل من الأردن، أقل، ظروفها الطبيعية أسوأ من الأردن، ليس لديها أي نوع من الثروات إلا الشجر والمطر والثلوج، مع ذلك ما عندها زينة لا نفط ولا غاز ولا مع ذلك لم تقترض دولارا واحدا من البنك الدولي أو صندوق النقد أو الدول الخليجية أو غيرها، لم تقترض، ليس لديها عجز، ليس عندها أي بطالة، لأن كل فنلندي هو إنسان معرفي. فبلغ الناتج القومي لفنلندا سنويا 180 مليار، ناتجنا القومي 40. تصوروا لو أصبح ناتجنا، ويجب أن يصبح، وإحنا إذا بتقروا على مدخل هذا الملتقى رسالتنا أن يصبح ناتجنا القومي كفنلندا. ما في سبب ابدا، لا جيناتهم احسن منا ولا طقسهم احسن منا ولا ثرواتهم، فقط لم ناخذ في هذا البلد القرار. وانا بعرف اني وانتم تابعتوا على المواقع وانا مش زعلان، لان اريد ان اغير هذه الثقافه، ثقافه الكسل، ثقافه ان الدوله المسؤوله ان تعطينا. انا الوم الدوله لانها هي التي شجعت على هذه الثقافه، والان عم تدفع ثمنها الحكومات إن علمت الناس ياخذوا عطل وما يشتغلوا وياخذوا رواد. لو علمنا ثقافة الإنتاج أصبح راتبنا 4 مرات، لأنه لما يكون الناتج القومي 4 أضعاف الناتج القومي يصبح دخل الفرد 4 مرات. هكذا تبنى الدول، هكذا تبنى الثروات في الدنيا في عصر المعرفة. فأنا من هنا بقول أي واحد فينا يستطيع أن يشتغل أي شغل. شهادتك مش مفروض أو تدريبك يكون فقط للغرض اللي أنت أخذته، هو يعطيك الآن يعني في عصر المعرفة هو فقط يفتح لك باب، أما باب في كل مجال. الإشارة الأخرى التي أقولها، تكلم الأخ زيد المجالي زميلي تكلم عن العجز في التعليم في الأردن. نعم، نظامنا التعليمي رغم الشعر اللي بنقرأه كل يوم في الصحف قديش عظيم، هو مش عظيم. وأنا في عام 1992 ترأست أول مؤتمر عالمي حول التعليم في نيويورك في الأمم المتحدة، وجاء الوفد الأمريكي يقول نظام التعليم في أمريكا فاشل سيء يحتاج إلى تغيير. أنا بصفة رئيس الجلسة أردت أن أخف، قلت له أنا أشكرك على هذا التواضع، يعني تقصد تطوير؟ قال لي أبدا مش تطوير،
نحتاج إلى نوع جديد من التعليم، لأن التعليم الذي كان يدرس لا يصلح اليوم. إحنا ما زلنا ندرس كما منذ أنشئت المملكة الأردنية الهاشمية المباركة، نفس الشيء. اللي بيقول لي في تغيير في المناهج أو في طريقة التعليم يعطيني تثقيف، لأني أنا معلوماتي إنه لسه بنستعمل اللوح والطباشير، ولسه بنستعمل الكتب، ولسه بنستعمل أستاذ يعمل محاضرة وبنعمل امتحانات. هذا التعليم يجب أن يتغير. أيضا جلالة الملك دائما كان يتكلم عن الحاجة للتعليم الفوكيشنال، والفوكيشنال هو اللي أنتوا تعملتوا فيه تدريب لتصبح مدرب. هذا عمل مهني، مش عمل أكاديمي ولا تعلمي تقليدي. فهذا يتجه في الرسالة التصحيحية للتعليم في هذا البلد. نحن نريد تعليم مهني، تعليم تطبيقي، تعليم يخدم احتياجات الوطن. أيضا أريد أن أقول نحن في مجتمع طلال أبو غزاله نعتبر أن التعليم هو ماضي توفي. نحن انتقلنا إلى التعلم. ما نعطيه لك هو كيف تتعلم. الآن عندما تأخذ شهادتك يبدأ عملية التعلم، والتعلم لا يحتاج لأستاذ. مجرد ما أنك أخذت المفتاح أو البداية أنت تستطيع أن تعلم نفسك. أنا تخرجت من مدرسة هاي سكول لا تعلم اللغة الإنجليزية نهائيا، ما في لغة إنجليزية. كلية المقاصد الإسلامية في لبنان، كنت لاجئ فلسطيني في لبنان، ما في مدرسة إنجليزية بالمدرسة. عندما تقدمت للانتحاق بالجامعة الأمريكية في لبنان كان في امتحان لإتقان اللغة الإنجليزية، لأنه التعليم باللغة الإنجليزية، فكان كل متقدم يجب أن يفحص باللغة العربية والإنجليزية. شهادتي موجودة على الموقع اللي بسموها Transcript of Record، شهادة المواد، مكتوب عليها أني عفيت من مادة اللغة الإنجليزية والعربية. Course 101 Arabic، Course 101 English، لأن مستواي كان أعلى من الفحص. الفحص المطلوب فحص اللياقة، فحص القدرة لكي ألتحق. لما قدمته خلال 5 دقائق بدل 50 دقيقة فوجئ أنه مش محتاج يفحصني، مش محتاج أخذ المادة. لماذا؟ لأني كنت لاجئا محتاجا. وهون بدخل في موضوع الحاجة ونعمة المعاناة، لأني كنت أعاني، والحمد لله أني كنت أعاني. كنت أشتغل مترجم. كيف اشتغلت مترجم والمدرسة ما بتعلم الترجمة؟ علمت نفسي بالقاموس أن أترجم، أدرس وأترجم، وأصبحت أدرس شكسبير في المدارس اللبنانية وأنا في الفريشمان. أنا لا أقول هذا للتباهي، أنا رجال ختيار ومش محتاج أعمل ماركتينج لنفسي. أنا أقول هذا لأقولكم أنه كل واحد فيكم يستطيع أن يتفوق وأن يبني نفسه لنفسه، وليس للشركة اللي بيشتغل فيها ولا للمؤسسة اللي بيشتغل فيها، لأنه ما تبنيه من معرفة وقدرة في عملك هو ملكك، مش ملك الشركة ولا الحكومة. وعندما تترك يبقى هذا العلم عندك. يعني اللي بيتعب على حاله في عمله مش خسران وإن كانت الشركة ما قدرته، لأنه اكتنز ثروة لا يستطيع أن يأخذها منه موظفه. لما بيطلع هو أخذ الخبرة وأخذ الكفاءة. فهنا كانت فلسفتي في الحياة أني أنا أتعب لنفسي وأشتغل لنفسي وليس للشركة التي كنت أشتغل فيها. أنا هنا مش لأحاضر، أنا لأني لما بشوف كفاءات وشباب وصبايا من عمر أحفادي تأخرجوا من الجامعة، مش أولادي، أحفادي، بشعر بشعور الجد عندما يتكلم إلى أحفاده.
بعاطفة وبمحبة ويريدهم أن يكونوا أفضل منهم. ففي اليوم هذا أنا أهنئكم ليس على ما حصلتم عليه من شهادات، بل على أنكم تستلموا مفتاح لتبدأوا عملية التعلم الذاتي في المجال الذي تختارونه، ومش ضروري حسب الشهادة أبدا. أنا كنت اختصاصي واهتمامي إنجليش لترتشر، مش بزنس. وأنا في المؤسسات عمري ما درست الملكية الفكرية، وأنشأت أكبر شركة ملكية فكرية في الدنيا لأني تعبت على نفسي في أن أتقن هذا الموضوع. ما حد علمني إياه ولا مدرسة ولا جامعة. فأرجوكم أن تنظروا إلى هذا اليوم لأنه بداية مرحلة تعلم جديدة، مرحلة بناء قدراتكم في مجالات سواء تخصصكم أو تخرجكم. أنا سعيد بأن ألقاكم، ومتأسف أني مستعجل، مش عارف إذا راح يسمح الوقت أقعد معكم، لأنه الـ MBC فريق منهم 8 أشخاص في مكتبي منتظريني ليصوروا معي مقاطعة. وهاي MBC برنامج هام اسمه من الصفر، يمكن حدا منكم تابعه. وهي أول مرة أنا أعتز بأن يكون أنا أكون أول غير خليجي بيعملوا معه هذه المقابلة. عادة هي للرجالات من دول الخليج، فبداية معي لأول مرة، ويعني أنا فخور بأنهم موجودين. سجلوا معي في الرياض 7 ساعات مستمرة، واليوم وبكرة يمكن حنام معاهم اليوم لبكرة الصبح. فإن شاء الله إن شاء الله ننقل لهم ومن خلال MBC رسالة وطننا هذا العزيز علينا ووطننا اللي نفخر به، ورسالته في التعليم وبناء القدرات. شكرا لكم. الدكتور خليل قصاص، الدكتور صلاح النجار، الدكتور محمد خليل، محمد السريحين، الدكتور جميل دبابنا. المهندسة ديما بركات. كاد المعلم أن يكون المهندس هاني عبد الله. الأستاذ علاء ياسين. وعالج موضوع العنف الأسري بسرعة. الأستاذ فارد داوود. الأستاذ علاء الترعاني. الأستاذ أمجد ناصر. كوكب من الأساتذة. الأستاذ حسام السعدي. الأستاذ محمد الملاجي.
الأستاذة هدي مجار. الأستاذة دانا جويحان. الأستاذ زيد المجاري. الدكتور طارق رشيد. الآن سوف نقوم بتكريم أوائل الدفعات، أوائل الدفعة بالدورات التدريبية، وهم كالتالي: تمام الرمي من دبلوم إدارة الموارد البشرية، بشار حسان من دبلوم إدارة الموارد البشرية، الترجمة إسراء فواز بهاء.
أمجد الشوابكة. دانا حسين. شيرين بني نصر. ليالي المجالي. دبلوم الإدارة الماجستية أنس النجار. علاء التبابنة. لما حسين. محمد الدروبي. أخيرا دبلوم التسويق رد العجيلات مريم درويش. هديل القطاع. شكرا على تشريفك لدعاية الحفل، وشكرا لجميع المدربين والدكاترة والطلاب المتدربين، ومبارك تخفيف.